لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار ليوم الخميس 27 من ربيع الأول لعام 1437 للهجرة، الموافق 7 يناير لعام 2016 للميلاد، نقدمها لكم من موقع أنا السلفي. استنكر الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية تطاول من وصفهم بالسفهاء والملحدين على مؤسسة الأزهر الشريف واتهامه برعاية الإرهاب، مؤكدا أن هؤلاء يريدون مهاجمة الإسلام والطعن في ثوابته، فجريمة الأزهر عندهم المحافظة على الثوابت والدفاع عنها. وقال برهامي في تصريحات خاصة للفتح إن الحرب على الأزهر أصبحت معلنة، مطالبا كافة المؤسسات الرسمية والشعبية وطوائف الأمة بالوقوف مع الأزهر واتخاذ موقف واضح في الدفاع عنه. أكد الشيخ شريف الهواري عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية أن ما يحدث من قتل وتشريد وتجويع لأطفال سوريا إجرام يسأل عنه العالم أجمع، مؤكدا أن الشيعة والروافض يخوضون حرب تطهير عرقي ضد أهل السنة في سوريا. وقال الهواري في تصريحات خاصة للفتح إن الميليشيات الإيرانية وحزب الله تدعم الرئيس العلوي في تصفية أهل السنة بالمنطقة، مشيرا إلى أن الشيعة وراء الخراب في البلاد العربية. وأضاف المجتمع الدولي الذي يدعي التمسك بالحرية وحقوق الإنسان ويتصنع الرفق بالحيوان لم يقدم شيئا للمسلمين المستضعفين في أي مكان سواء سوريا أو غيرها. أكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور أن الحملة المشبوهة التي تتعرض لها مؤسسة الأزهر الشريف ومشيخته وعلمائه من قبل بعض القنوات الفضائية وبعض السياسيين وممن يطلقون على أنفسهم مفكرين تجاوزت حدود النقد الموضوعي والنقد البناء إلى محاولة التشويه والطعن ومحاولة الهدم. وأكد مخيون أن قوة البلد من قوة مؤسساته وعلى رأسها مؤسسة الأزهر، وأن على كل مخلص لهذا الوطن أن يحافظ على هذه المؤسسة العريقة والارتقاء بها لكي تتمكن من أداء دورها على الوجه الأكمل في المجال التعليمي والدعوي والتوجيهي، وأن تتبوأ مكانتها الحقيقية ليس في مصر فقط بل في العالم الإسلامي كله. طلب النائب محمود هيبة عضو مجلس النواب عن حزب النور الدول الإسلامية والعربية بسرعة التحرك لإنقاذ الأطفال المحاصرين في مدينة مضايا السورية. وحمل هيبة في تصريحات خاصة للفتح المجتمع الدولي مسؤولية تجويع وتشريد وقتل الأطفال في سوريا بشكل خاص واستمرار الأزمة السورية دون حل حتى الآن. تمكن عبد الحكيم مسعود نائب حزب النور عن دائرة ناصر ببني سويف من حل الخلاف العائلي الذي وقع بين أبناء العمومة من عائلات عزبة الحلو بمركز ناصر. زار نواب حزب النور عن دائرة العامرية وبرج العرب الدكتور أحمد خليل خير الله والنائب أحمد الشريف قرية 18 وعدة قرى بشياخة البنجر بدائرة العامرية غرب الإسكندرية للتواصل مع الأهالي ومناقشة مطالبهم للوصول لحلول جادة للمشاكل التي تواجههم. التقى الدكتور محمود رشاد نائب حزب النور بمحافظة البحيرة عن دائرة أبو حمص وإدكو مع العقيد علاء فتح الله من مرور المحافظة، وناقش نائب النور المشاكل المرورية التي تعيق الطريق الزراعي داخل المحافظة بداية من كوبري إيتاي البارود وحتى كوبري العوايد بصفة عامة والطريق الزراعي المار بمركز أبو حمص بصفة خاصة. كما زار رشاد منطقة بريد البحيرة والتقى نائب مدير هيئة البريد السيد يوسف لمناقشة عدة قضايا هامة بالهيئة تخدم الصالح العام وحاجة بعض القرى لإنشاء مكاتب بريد في مركز أبو حمص مثل طلمبات برسيق وسحالي والعشرة وظهر سند. وقام عضو مجلس النواب عن حزب النور بزيارة إلى مدرسة أبو حمص الثانوية الفنية بنات للوقوف على المشاكل الموجودة بالمدرسة. حصل حزب النور بكفر الشيخ على موافقة المهندس شوقي كريم وكيل وزارة الري بالمحافظة بإحلال وتجديد كوبري ميت علوان، وذلك بعد تدهور الحالة الإنشائية للكوبري وغلقه منذ فترة. قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إن الهجوم على مناهج الأزهر من بعض دوائر الإعلام صحفا كانت أو فضائيات واصفة هذه المناهج بأنها تخرج متطرفين أو متشددين وحديثا داعشيين كذب على التاريخ وكذب على الواقع وكذب على الحقيقة، فمناهج الأزهر على العكس من ذلك تماما، فهي التي خرجت وتخرج وسوف تخرج المسلم الملتزم بالإسلام الوسطي عقيدة وفكرا وسلوكا، وهذا ما تحقق ويتحقق دوما
في مصر والعالم العربي والإسلامي، بل في العالم كله. وأضاف: الأزهر الشريف منهجه وسطي، وليس مؤسسة تكفير ولا مؤسسة إرهاب، ولا تعليمه يخرج إرهابيين. نشد مسن سوري منظمات حقوق الحيوان إغاثة أهالي مدينة مضايا من الجوع والحصار الخانق بعد تقاعس الأمم المتحدة وحقوق الإنسان. أعلنت المقاومة الشعبية في صنعاء أن قوات الجيش والمقاومة تقدموا 25 كيلومترا في مديرية النهم شمال شرق محافظة صنعاء، وأصبحوا على بعد 9 كيلومترات من مديرية بني حشيش لتقترب أكثر من العاصمة صنعاء. بدأت شيعة القطيف منذ أيام الإعلان عن قيام دولة خاصة بهم، وبدأوا في مظاهرات ويطلقون على هذه الفعاليات ثورة الاستقلال. دعا زعيم عصائب أهل الحق الطائفية قيس الخزعلي أمس الأربعاء النظام العراقي بتنفيذ الإعدام بحق المعتقلين السعوديين في العراق المتورطون بلا تردد على حد وصفه. قتل أكثر من 70 شخصا وأصيب العشرات في هجوم بسيارة ملغمة على مركز للمتدربين في سلاح خفر السواحل الليبي على الطريق الساحلي بمدينة زليتن شرق العاصمة طرابلس، وقد أعلن تنظيم داعش أنه هو المسؤول عن العملية. صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أنه تم استدعاء سفير جمهورية إيران في عمان أمس الأربعاء إلى مقر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للتأكيد على إدانة الأردن الشديدة ورفضه المطلق لمبدأ الاعتداء والتعرض للبعثات الدبلوماسية والاعتداءات الأخيرة المرفوضة والمستهجنة على سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة في طهران وقنصليتها في مشهد. وأعلنت جمهورية جيبوتي أمس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران تضامنا مع المملكة العربية السعودية. تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير داخلية المملكة العربية السعودية منذ 1975 حتى 2012 وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رحمه الله إن آل سعود سلفيون ويفخرون بذلك وأنهم ليسوا أهل طريقة وهم أهل الأصول، مضيفا: سنكون على ما كان عليه السلف ونفخر أن يقال لنا سلفيين. في تراجع واضح طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني من رئيس السلطة القضائية إجراء محاكمة سريعة وفعالة للأشخاص 50 المتهمين بالضلوع في الاعتداء على السفارة السعودية في طهران، وطالب روحاني بأن يعالج ملف الأشخاص المتهمين بحرق السفارة والأشخاص الموقفين في هجمات مشابهة على القنصلية السعودية في مشهد. أدان حزب الجماعة الإسلامية البنغالي القرار الصادر عن المحكمة العليا في البلاد أمس الأربعاء بتأييد عقوبة الإعدام بحق زعيم الحزب مطيع الرحمن نظامي وفق ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول. أعلنت السلطات المكسيكية أمس الأربعاء بشأن التحقيق حول مقتل 8 سياح مكسيكيين وأربعة مصريين سبتمبر الماضي أن وكالة السياحة هي المسؤولة عن الحادث. وافق مجلس الوزراء أمس الأربعاء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، مع مراجعة الجزء الخاص بالعقوبة بما لا يتعارض مع القوانين الدولية، وينص التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تجاوز 100,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث. أعلنت النقابة العامة للأطباء عن عدة مشكلات جوهرية بقانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، مؤكدة أن القانون الحالي لا يلبي طموحات المصريين لتأمين صحي اجتماعي شامل حقيقي. أنهى اليوم قسم شرطة الزاوية الحمراء إجراءات إطلاق سراح عبد الله بدر عباس عقب انتهاء عقوبة السجن التي وقعت عليه في قضية أحداث الاتحادية، وذلك حسب لائحة السجون، حيث أنه محبوس منذ الأول من مايو 2013. تشاهدون اليوم على موقع أنا السلفي مقدمة كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة فضيلة الشيخ أحمد فريد، المحاضرة العاشرة من سلسلة تفسير سورة هود، والمحاضرة الثانية من سلسلة تفسير سورة الحجرات فضيلة الشيخ ياسر برهامي، الإسراء والمعراج من سلسلة السيرة النبوية من درس الأخوات الشيخ محمود عبد الحميد، المحاضرات من السادسة وحتى الثامنة من سلسلة تفسير سورة سبأ الشيخ سعيد السواح، خلافة عمر الفاروق رضي الله عنه من سلسلة العقيدة الطحاوية
الشيخ سعيد محمود. تلاوة للآيات من 23 وحتى 29 من سورة آل عمران، الدكتور مصطفى عبد الرحمن رحمه الله. تقرؤون اليوم على موقع أنا السلفي: دعاة العالمانية والتنوير والتجديد لماذا يكرهون الأزهر؟ كتبه عبد المنعم الشحات. التوحيد وبناء أمة، 2، كتبه رضا الخطيب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، كتبه محمود عبد الحفيظ البرتاوي. تفريغ محاضرة بعنوان تفسير آية الكرسي، الدكتور محمد إسماعيل المقدم. انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.